قد تمضي الحياة بأسرها دون الحاجة إلى إنقاذ شخص يتعرض للغرق، ولكن عند التعرض لهذا الموقف لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. ترى هل تعلم كيفية إجراء الإسعافات الأولية للغريق؟ أول شيء ممكن نعمله لما نشوف غريق أو أنه ننقذ غريق، أول شيء ممكن نسويه أنه نضغط على صدره لحتى يطلع المي من صدره، أو أنه نشوف مثلا أي إنسان سليم يكون ما معه أي مرض مثلا مثل الربو أو هيك شغلات أمراض مزمنة، أنه يعطيه تنفس اصطناعي. ما بعرف نهائيا. طلع من المي طبعا، نكبس له على بطنه مشان يطلع المي من فمه، نخليه يتنفس من بعد عنه، ما نحجب عنه الاكسجين. بده واحد يكون عنده خبره، اكيد بده يكون عنده خبره. هلا مثلي انا ما بعرف، بس اللي عنده خبره بيعرف. طبعا منديره طب ما على ظهره، منديره طب وبنضغط على ظهره حتى يروح المي اللي بلعها من البحر. الضغط والنفخ وسحب المي مشان يكبها من جسمه، وبعد منها طلب اسعاف اكثر شيء سريع. وبيسحبوا من تمه المي عن طريق تنفس التم. بفرغوا من المي من بطنه، برفع له بطنه فوق مشان بفرغوا من المي، بعمل له كبسات هواء على صدره مشان يتنفس. اذا كان واحد سباح ممكن يشيل واحد غريق، اما اذا ما كان سباح بده يغرق هو وياه. يقدم لنا أهل الاختصاص النصح حول كيفية الإنقاذ وإجراء الإسعافات الأولية للغريق. إذا كان المنقذ مبتدئ يفضل يكون بعيد عن الغريق واستخدام أي وسيلة مساعدة كعصا أنقاذ أو كدولاب للإنقاذ. أما إن كان الغريق المنقذ محترف فينه ينزل يتعامل مع الغريق بالماء، وخاصة إذا كان الغريق مغمى عليه، لأن عندك الغريق أحيانا ممكن يكون مشاكس ويتعلق بأي شيء حواليه، بأي جسم حواليه ممكن يؤدي بحياة اثنين. اما ان كان المنقذ محترف فبيقدر يتخلص من الغريق وسحبه الى بر الامان بطريقه جيده. هلا نحن وصلنا الغريق الى منطقه الامان، افضل شيء علينا اخراجه من الماء، وضعه على مكان امن بعيد عن الناس ومكان امن بعيد عن بركه الماء. اول عمليه بنقوم فيها التعامل مع شخص ثقه بحيث يقوم بتبليغه بالاتصال بسيارة الإسعاف أو إخبار الطبيب المختص وشرح المكان الحادث تماما. نداء الإسعاف هو معروف 110، فاتصال مع 110 وطلب المساعدة وتحديد موقع الإصابة بدقة وشرح الحالة اللي نحن عندنا، يعني حالة الغريق. هلا بيجي على دور المنقذ. دور المنقذ هو عبارة عن إنقاذ حياته وليست معالجة أكثر من هيك. أول شيء عندما نسحب الغريق من يمنع الأرض نقوم بإرجاع الرأس إلى الخلف وفتح الفم. بعد ما نقوم بعملية فتح الفم نقوم بتنظيف المجرى التنفسي من وجود أي شوائب، ونقوم بإعطاء الغريق نفسين إنقاذيان. نفسين إنقاذيات بيكونوا بإغلاق الأنف ووضع اليد على الفم وفتحه للتحت وإعطاء النفسين إنقاذيات في فم الغريق بقوة، يعني النفسين بيكونوا أقوياء وطويلين بحدود 2 لـ5 ثواني تقريبا لفتح مجرى التنفس ومراقبة حركة الصدر. مراقبة حركة الصدر، إذا كان عندنا حركة صدر فإذا المجرى التنفس انفتح فينا ننتقل للحركة الثانية. بحال ما انفتح مجرى التنفس بهالحالة بنقوم بعملية هاملش. عملية هاملش هي ميلان بعد ما فتح الفم ميلان الرأس إلى الجانب والضغط بكلة اليدين على منطقة البطن أعلى فوق السرة بإصبعين، نضع باطن اليد والضغط بقوة على البطن بحيث نضغط الأسفل والأعلى لإخراج أي جسم يعيق حركة التنفس. بعد ما قمنا بعملية فتح مجرى التنفس نقوم بفحص النبض. فحص النبض نكون عن طريق الرقبة بوضع الإصبعين وجس النبض إن كان في نبض ولا لا. هون بقى إذا في عنا نبض وما عنا تنفس بنقوم بعملية التنفس الاصطناعي. أما في حال ما كان في عندنا لا نبض ولا نفس بننتقل لحالة العاش الرئوي القلبي. في حالة التنفس الاصطناعي بنعطي 5 ضغطات بالإضافة لنفسين إنقاذيين لمدة 2 دقيقة، بعدين نتأكد من عملية التنفس إن استمرت ولا، وبنتابع بهذه العملية حتى وصول سيارة الإسعاف. يعني ممكن نقعد نص ساعة ساعة ما في مشكلة لحتى توصل سيارة الإسعاف. أما في حالة الإنعاش الرئوي القلبي بهالحالة هي بنضغط 15 ضغطة على منطقة الوسط الصدر بين الحلمتين من حد منطقة وسط الصدر ونضغط بقوة 15 ضغطة مع نفسين إنقاذيات. كمان بنتابع بهاي العملية لمدة 2 دقيقة ونعمل فحص للنفس وللقلب ونضل نستمر بهاي الحالة حتى وصول سيارة الإسعاف. طبعا بيختلف حسب عمر الغريق، إن كان عندنا الغريق رضيع تحت 10 سنين نقوم بالإصبعين بالضغط والنفس ما بقى بتم بالأنف وبتم لصغر الفم الرضيع. وطبعا بقى هون باختلافات بين أعمار المريض بقوة الضغط وعدد الضغطات.
لا يكفي أن يكون المرء سباحا ماهرا حتى لا يتعرض للغرق، حيث يقدر وقوع ما يقارب 400,000 حالة وفاة ناتجة عن الغرق سنويا حول العالم. وبتعلم كيفية إجراء الإسعافات الأولية يمكن تقليص هذا الرقم.